مثل ما بتشير النتيجة لتقدم فريق أو نهاية مباراة صفا وراسينج بفوز فريق صفا 2-0 مثل ما تابعنا بشكل مباشر على الام تي في مشاهدينا، صار وقت ننتقل نرجع على أرض ملعب صيدا البلدي مع زميل شرب الكريم المتواجد صار على أرض الملعب، طرق غرفة التعليق ونزل على أرض الملعب تيكون ناخذ رأيه أكيد ورأي اللي معه أكيد من بعد نهاية المباراة. شكرا جورج. الى جانبي موجود غازي حنيني من الراسينج ومحمد جعفر من الصفا. رح بلش مع غازي اللي تعرض لاصابه. اول شيء شكرا لانك قبلت تكون معنا بمقابله رغم الاصابه اللي تعرضت لها والاوجاع، سلامه قلبك. غازي، يعني مباراه ما كانت سهله على الراسينج بمواجهه الصفا، نفس الاسلوب تقريبا اللي لعبته، الضغط العالي، لكن دائما اللمسه الاخيره عم تكون منا موجوده، الى اي مدى، يعني سؤالين عندي، الى اي مدى الراسينج اليوم افتقد لمهاجم مره جديده بوجود عدنان ملحم على مقاعد البدلاء، ولا اي مدى عم تحسوا حالكم مظلومين لان اعتراضاتكم كانت كبيره بعد اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء انا بهني صراحه فريقي، اليوم قدم مباراه جيده جدا صراحه، يعني انت مثل ما عم تقول 100% نحن بنفتقد لللمسه الاخيره قدام الجول، بس هيدا الموجود، نحن هيدا فريقنا ونحن عم نحاول نعطي وننفذ تعليمات المدرب. اليوم غير مسار عيه على الكاميرا، غير مسار المباراه الحكم، اليوم الجول فايت بالجول، طجت بايده هانس طرد ومع بينالتي لفريقنا، يعني ما معقول هيدي خطا ولد صغير ما بيعملها، يعني لو سمحتوا هيدي انا صرختي للاتحاد، هيدا الحكم ما لازم بعد يحكم لشهرين، لانه هيدي منع اليوم ظلمنا وثلاث نقاط راحت من جيبتنا، بهني فريق الصفا مبروك لهم ثلاث نقاط، بس نحن اليوم بنستحق نربح، لانه كنا الافضل اول شوط، ثاني شوط يعني صارت بعض الامور والحكم غير مجرى المباراه. كل التوفيق لك غازي بالمباريات المقبله، اكيد موسم طويل بانتظار راسينج وفريقكم قادر يحقق الانتصارات. محمد بدي اروح لعندك، يعني أداء متشابه كان من الفريقين، سلبي بالشوط الأول، بالشوط الثاني الصفا قدر يسجل هدفين، شو الفارق كان بين الصفا والراسينج بلقاء اليوم برأيك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا الأفضل للراسينج أول تايم، كانوا يعني قادرين هن أنه السبين يكونوا يسجلوا الهدف، مع الاعتراض على القرار التحكيم اللي هي أنه اعتبروا أنه ركلة جزاء بكرة بشوفوها بالإعادة. تاني تايم بعتقد تفوق محمد دقة على رضا عنطر ببعض التبديلات اللي أجريها بدخول عمر الكردي وحسين حيدر، تحررت أنا أكتر، صرت لاعب حر بأرض الملعب وقدرت أحصل على ركلة جزاء وسجل منها هدف. ألف مبروك محمد، أكيد رح يكون لنا لقاءات تانية معك خلال موسم طويل. هيدا إذن رأي غازي حنيني ومحمد جعفر، أكيد هون ختام لقائنا معكم أيضا من ملعب صيدا مشاهدينا. أنا بدي أودعكم، لقيكم بكرة بمباراة الإصلاح والنجمة. عودة لك جورج. شكرا لزميل شرب الكريم من ملعب صيدا. أكيد الويكند بعده طويل عنا، مثل ما ذكر مباراة بكرة وأكيد أيضا مباراة الأحد رح نتابعهم بشكل مباشر أكيد على الام تي في بشكل حصري. كوتش وسام نرجع لألك، سمعنا الاعتراض الكبير لغازي حنيني اللي أصيب بهالمباراة، عم بيحكي كان عن فرصة كان بيستحق فيها، عم بيقول فريق الصفا بطاقة حمراء وضربة جزاء لفريق الراسينج. حالا بنشوف نرجع هون إصابته لغازي اللي طلع من المباراة بعد الإصابة القاسية تعرض لها. كان شو رأيك باللي قاله غازي؟ معه حق كان ولا بتنحكي بكل حتى ما نكون جازمين معه حق أو ما معه حق وناخذ دور لجنة التحكيم؟ يمكن الأقرب اللي كان للحالة هو الحكم. بعتقد إنه المسافة كانت شوي قريبة وقت اللي تابع الطابة غازي، وبنفس الوقت كان يمكن قادر المدافع يتفادى إنه تكون إيده بطريقة للجول، سو ما بدي أعلق أكثر من هيك على هذا الموضوع. هذا حقه إنه يعطي رأيه، ولكن في عدة نقاط بالماتش يمكن كان هي ممكن تحول الماتش وتكون بإيد فريق الراسينج أو فريق الصفا، غير عن إنه دايما نلجأ لحالة معينة بالماتش ونعتبرها هي اللي قررت الماتش كله. نعم. أوقات عم يوصل مهاجم تحت الجول ويحطها برا مثلا، يعني الأخطاء هي بتجوز على الكل. هل تأخر برأيك دخول عدنان ملحم بفريق راسينج؟ يعني شفنا دخل بدقيقة 77 لعدنان، كان الفريق متأخر 1-0، شو رأيك؟ هون عم تشوف كمان فرصة كانت كتير خطرة لفريق راسينج لمحاولة تقليص النتيجة، مرة جديدة عم نشوف تسديدات بالجملة على المرمى، ولاحظوا هون كيف بالقائم ترجع الكرة. يعني الراسينج كمان كان سيء الحظ كوتش، شفنا كمان بأول شوط بنهاية الشوط الأول الفرصة الخطرة والرأسية كمان اللي كانت بالعارضة. ما كنت بستغرب لو يمكن النتيجة اليوم تجيرت لصالح الراسينج وهو اللي أخذ ثلاث نقاط،
بشكل عام الرغبة العالية للفوز عند الفريقين مثل ما قلنا هي ما تناسبت اليوم مع قدرتهم اثنيناتهم على بناء اللعب المضبوط، وحتى تقدر تشوف بطريقة كتير نت مين تفوق عمين. ردة فعل كانت دخول عدنان ملحم بالآخر بعد تسجيل الهدف، لأنه هو أكثر عادة إفكاس وقت اللي يكون فريقه هو اللي هو عم بحافظ على هدف وعم تستفيد من سرعته. مش متأخر. الخيار كان أنه نخسر لاعب وسط اللي هو خضر سلامة ونضيف مهاجم تاني. هذا كان لازم يعمل الكوتش كتير. يعني خرطوشي هجومية. ما في كتير حلول كان بهذا الماتش. أنا بتشكر كوتش وسام مع وجودك معنا اليوم، نشوفك أكيد بمواعيد مقبلة إذا أراد. مشاهدي أم تي في أكيد مواعيدنا مستمرة مثل ما قلنا، بكرة موعدنا الساعة 3 أكيد 3 إلى ربع مع استوديو التحليلي، والأحد كمان مباراة جديدة بالمرحلة الرابعة من دوري ألفا لكرة القدم. نشكر كل اللي تابعونا، إلى اللقاء. Rhythm.